يعود المجند يوسف والمجند سعفان في فيديو جديد ومغامرة جديدة. نعم شباب راح نبدأ بمصيبة بسيطة وراح تنحل. نعم نعم يا رئيس الشرطة، نعم نعتذر على هاي الحفرة، والله ما راح نعيدها بعد الحين، إذا ما راح نعيدها، والله ما راح نعيدها لأننا راح نصير شرطة منظمين. نعم وما تخاف من ناحية أننا نصلحها لأننا إحنا ما نخالف أوامرك يا رئيس الشرطة. احتراماتي. اوكي يلا شباب احنا الحين نعم عندنا رئيس الشرطة. ليش؟ لان سعفان عمل هاي الحفرة بالمهمة اللي فاتت، عملية انقاذ ابو الغاز. نعم هاي ابو الغاز عملنا مصيبة اللي هي اننا هاي رئيس الشرطة عينا اننا نلاقي السفاح الشرير. هاي السفاح. اوكي شكرا سعفان، والله سعفان فيه افادة. اوكي يلا تعال بسرعة، تعال ولك تعال شنو ولك عامل احنا ولك شنو هاي الدرج ولك راح يفوت هنا مليون واحد ولك ولك تعال احنا بس الاثنين راح نفوت ولك. هاي سعفان والله شباب ما لا يعني ما ملاقي له ولا حل. اللي عنده حل شباب يكتب في التعليقات. نعم شباب اذا الحين شباب كالعاده راح نتبع سعفان وراه حتى نشوف مطرح الجريمه، يعني مرات يودينا لمطرح الجريمه. اوكي هنا مطرح. اوكي شلايم تشوفون سعفان، اذا خطه الهجوم رقم 404 يا شرير ولك اطلع مننا هنا. نعم نعم معاك الشرطه هنا. طيش طيش طيش، هل في واحد هنا فلتجيبني؟ شيني اوكي اعتقد ما في ولا واحد. اذا يلا سعفان تعال تعال من هنا. شيني يريد يكسر الباب براسه. نعم كل الفيديو لازم يكسر فشي براسه. نعم سعفان والله راح اتخلص منك، تعال قدامي والله عندي سلاح سلاح اسطوري هاي. اذا يلا يلا تقعد تعال 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 قدامي. يا رب صبرني. هاي سعفان اخبولاته سعفان هنا مطرح الجريمة. اوكي قول ياب. اوه يا شرير ولك وينك يا شرير؟ يلا يلا هجوم. شيني ما في ولا واحد هنا. يلا خلينا نطلع اخويا من هنا أنا. يلا شيني الباب الباب ولك لك شيل على ولك 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 الباب الباب ولك. دائما انا اقول لك الباب والله راح اتخلص منك سعفان، والله طلقة واحدة راح تموت. نعم نعم اذا انا هاي سلاح اسطوري. تعال قدامي تعال قدامي سعفان حتى نخلص هاي المهمة ان نلاقي هاي السفاح. هاي السفاح ما عندي ولا معلومة وراها. ولك وينك؟ هني سعفان قاعد يسبع اخوان. نعم هاي وقت السبح. نعم خلينا الحين نعم ننتي عيش. نعم احنا ما عندنا ما نعم. ولك اطلع من الموية ولك. شباب اعتقد ان سعفان مات شباب. نعم طلقة واحدة يعني طلقة واحدة ومات. نعم شباب اوكي الحين شباب سعفان راح يعيد رسب وينضم لفريق الشرطة حتى الروح. يعني هاي السفاح يطلع بالليل، يعني السفاح يطلع بالليل ليش؟ لانه هو سفاح ويريد الليل حتى يخطف المدنيين، عشان هيك لازمنا ننصب له فخ اسطوري. ويعني راح نروح ننام انا وسعفان الحين حتى يجي الليل ونشوف هاي السفاح وين يروح. اوكي خلينا نفوت من هنا ونروح البيت مالتنا. حاليا انا وسعفان متجهين للبيت مالتنا حتى ننام ويجي الليل ونبدا بالمهمه مالتنا الاسطوريه الخطيره. اوكي شنو هي؟ لك مين عايف الدراجة مالته هنا؟ سكوتر ولك عامل سكوتر هنا؟ المواطنين صاروا مشاغبين اخوي سعفان. لك سد الباب ولك. نعم شباب هاي هو البيت مالتنا، خلينا نعرفكم بالبيت. اوكي اول مرة تشوفون اخوي المتابعين، اذا نشوفوا البيت مالتنا اسطوري. اوكي على امل هاي تكون ثلاجة، ولكن سعفان هو اللي خد مهمة التأتيت. اوكي شباب شباب راح ننطلق حتى ننام و حتى يجي الليل ونكمل المهمة البحث على السفاح شباب. وعندي شباب خطة اننا نروح نتسبح شباب، اذا خلينا نتسبح. اوكي وين هاي؟ شيني سلاح مالتي. اوكي خلينا نتسبح شباب. اذا شيني شباب لك ما في موية ولك سعفان المسخم ولك وين الموية ولك؟ شيني هاي الموية ولك الدوش مالتنا خربان اخوان. نعم نعتذر. نعم صدفة صدفة. نعم والله خربان اعتقد هاي الدوش خربان ولا الفاتورة اللي ما دفعها الخبل سعفان ما ادري، ولكن اعتقد الفاتورة المدفوعة. اوكي شباب خلينا نقفل الباب، حتى سعفان قال لي عمل نظام حماية اسطوري. خلينا نشوف شيني هاي النظام ولك شيني هاي النظام الخبل هاي ولك هاي بسطية مال السجن ولك حتى السلالم والشباك خربان والاشواك اشواك شنو هاي اشواك هنا أنا. اشواك شو يصير هنا شنو هاي حاطله هنا؟ قال الله قوته الا بالله والله غلط غلطه شباب اني خليت هاي سعفان يأتد. شباب شباب عندنا الحين لازم ننام حتى نكمل مهمتنا على البحث على السفاح. اوخ شباب مساء الخير وكي جا الليل. يا سلام سلم شو كنا راح نسوي؟ اوه مهمة البحث عن السفاح ولك سعفان يلا قوم من النوم ولك قوم من النوم يا الخبل.
كان نايم فوق الطاولة. والله انك خبل كويس يا عفان، والله انك خبل. تعال تعال بسرعة، تعال بسرعة. اوكي يلا خلينا نبدأ. ولك مين قاعد يدق الباب؟ ولك خوي استنى شوية هنا. اوكي خلينا ناكل شوية هنا، كان المفروض تكون ثلاجة. ولا تأتيتك خوي سعفان زيك؟ ولك خوي سعفان روح روح شوف مين باب. ولك مين بالباب اخوان؟ ولك مين بال... اوه المجندة لولو. اوكي المجندة لولو قاعدة تقول مصيبة، رئيس الشرطة انخطف من قبل السفاح. ولك هاي شنو هاي؟ ولك رئيس الشرطة مالتنا انخطف اخوان. اخوان ايش راح نسوي؟ ايش راح نسوي؟ ايش راح نسوي؟ نعم اخوان، نعم اخوان. لا داي للخوف، لا داي للعلع. بسيطة بسيطة. شنو نعم ولك شنو قاعد تباوع علينا؟ ولك ساندي ترى احنا مو خبوله، والله مو خبوله. شنو نسوي اخوي سعفان؟ شنو نسوي بهاي المصيبه؟ ولك تعال تعال بسرعه، تعال ايش راح نسوي؟ والله راح يغضب علينا هاي الرئيس. ولك تعال تعال لازم نحل، لازم نحل. نعم خلينا نفكر، خلينا نفكر. هو عندي حل عشان نلاقي رئيس الشرطه، نفتش بيت رئيس الشرطه. والله اني ابن عم كونال شباب، والله اني سنتين وقاعد اتفرج في كونال عشان هيك اطبق اللي يسويه. تعال سعفان تعال. اوكي وصلنا الى بيت رئيس الشرطه. تعال افتح الباب، افتح. ولك افتح الباب خوي سعفان، يلا افتح الباب يلا بسرعه. وشيني ولك قول شيني؟ ولك افتح الباب. عم انني صارم الصرامه الحين خوي سعفان. يلا الحين خلينا نبحث، خلينا نبحث. ايش راح نسوي هنا؟ ايش راح نسوي؟ ما في ولا شيء هنا خوي سعفان. ولك تعال هنا خلينا نشوف في شيء هنا. اوه البيت مال رئيس الشرطه مو موجود. كيف مو موجود؟ ما ادري، ولكن اوه خلينا ناخذ لنا جلسه هنا. ولك ايش هاي سعفان؟ ولك تعال بسرعه. لا ولك قاعد تقفل علي الباب. ولك شنو هاي البلكونه؟ في شيء قاعد يقفل علي الباب. والله انك خبل. اوكي انا بحثت هنا ما في شيء. ولك سعفان ما في شيء خوي. شيني خبل والله. تعال تعال بسرعه، تعال بسرعه، لازم نشوف ايش قاعد يسوي هنا. لك تعال تعال بسرعه، تعال بسرعه، خلينا نشوف. لك اي الشرطه اخوي؟ احنا الشرطه هنا. اوه قاعده هنا، خلينا نتحدث. نعم سعفان كيفك؟ شو احوالك؟ نعم رئيس الشرطه مو مهم اننا نبحث. ولك ولك قوم رئيس الشرطه انخطف. ولك السفاح، سفاح اخوان السفاح. ولك سعفان انتحر. نعم انتحرت معاه شباب. اذا شنو شنو؟ تعال افتح الباب. اوه المكتب مال رئيس الشرطه مو موجود، دائما يكون قاعد يقفل عليه الباب، دائما يكون موجود بالمكتب. مو ممكن مو ممكن، اذا يعني انخطف. نعم ترى قالت ساندي ان انخطف. لساته قاعد يقفل الباب. نعم قالت ساندي ان انخطف. وين سعفان؟ سعفان اوكي هاي سعفان. يلا يلا سعفان، لك في شيء بالبيت، في شيء بالبيت خويه. بحد زين، بحد زين كل الغرف. هنا قاعد يشاهد التلفزيون. ولك هاي الخبل. اوكي تعال هنا. اوكي هاي الحمام. ولك تعال في شي نيك. اوكي في شي نيك. يا شنو هاي صناديق خوي سعفان؟ شنو هاي؟ مو موجود هاي الباب. والله راح اكسره على راسك خوي سعفان. انا رك... ولك هاي شنو هاي؟ انا سعدت فوق سعفان اخوان. نعم اذا شنو هاي؟ ولك خلينا نخرج من هنا. اوكي قاعده اخرى يعني، خلينا الحين. اوه شباب والله مسبح هنا. تعالوا لك ما يهم المسبح. يلا تعالوا لك. وين رئيس الشرطه خوي؟ اوكي خلينا نبحث زين. ولك ابحث قاعد يسبح. ولك ولك جو. ولك يلا ولك عندنا شغل. ولك رئيس الشرطه، رئيس الشرطه، رئيس الشرطه شباب. اذا ايش راح نسوي؟ ايش راح نسوي شباب؟ ايش راح نسوي؟ نعم نعم لازم نحل سريع، لازم نحل سريع شباب. ولك ايش راح نسوي؟ ايش راح نسوي؟ اوه لازم نحل شباب، لازم نحل. تعال سعفان لك عندك حل خويا، ما نضل نفرفر بدون سبب. ولك تعال، ولك تعال سعفان. سعفان احنا ما لقينا رئيس الشرطه ولا ما لقينا شباب. ايش راح نسوي؟ ايش راح نسوي شباب؟ اوكي لازمنا لازمنا خطه خطه خطه، لازمنا فتفخ شباب. نعمله لي هاي هاي السفاح حتى نقبض عليه. يلا تعال تعال سعفان خلينا نعمل فخ، واعطيني فكرتك خوي سعفان يلا بسرعه. بعد تفكير طويل وعميق جدا واخيرا لقيت الحل الاسطوري او الفخ الاسطوري المثالي شباب حتى نقبض على الشرير اللي هو السفاح. نعم احنا بماكدونالد اني وسعفان. نعم راح تستغربون ليش احنا بماكدونالد. نعم هاي الشرير طبعا راح يجوع، ضروري راح يجوع. اذا الحين هاي الخطة مثالية حتى نقبض عليه. نعم احنا راح نستغل الوقت اننا يعني ناكل ماكدونالد شوية، ناكل برجر ودونت. نعم شكرا لسعفان لان عمل هاي الاشياء. اذا حتى سعفان ساعدني بالفكرة، يعني اذا ما اذا فشلت الفكرة راح نكسر راس سعفان على المباشر شباب. اذا الحين يلا خلينا الحين شباب نقضي وقت شوية حتى نقبض على هاي الشرير شباب. اذا شنو؟ اوه هاي الطباخ، الطباخ قاعد يحط برجر. اوكي استنى سعفان، يعني معقولة هاي الطباخ يكون هو الشرير؟
ها يعني هاي بس اعتقاد خوي سعفان. تعال تعال للسفاح، يعني سفاح شنو هاي؟ هاي قاعد يخطط ولك خوي سعفان، ولك تعال ولك شنو هاي؟ بس اعتقاد صار صح ولك، ولك هذا شنو هاي الحظ خوي؟ نعم اذا سعفان وجدنا ان السفاح هو طباخ ماكدونالد. اذا يلا حضر سلاحك يا سعفان، ولك حضر سلاحك ولك يلا يلا. الخطة التكتيكية رقم 505، يلا اكرر الخطة التكتيكية رقم 505، هجوم ولك قبضنا عليك. ولك شنو هاي؟ هاي قاعد يلعب سيارة ولك شنو هاي الخبل؟ نعم نعم نعم، ولكن اسفين خوي اخوي الطباخ اسفين. ولك يلا يلا عوف الرجال، ولك احنا مني شي خبل. نعم شباب مو مشكلة، يلا يلا تعال سعفان تعال. عندنا الحين شباب لازم نستنى هاي الشرير لين ما يجي، واعتقد ان هاي الخطة هي اخر خطة يعني راح نعملها. نعم اذا ما في ولا خطة تانية غير هاي حتى نقبض عليه. اوه شباب يعني في خطة تانية، ليش لا؟ انا اقول بس خطة واحدة ياب. الخطة كالتالي، اننا نصير طباخين، نعمل نفسنا طباخين، ويجي يريد يطلب فتشي ونقبض عليه. اوكي سعفان والله يعني دخلين انا وفكرني بالخطة، وانا انك الصورة اخوي سعفان. زي ما تشوفون شباب انا وسعفان شلنا الزي مال الشرطة حتى يجي الشرير ونقبض عليه بطريقة سهلة، حتى ما يحس بنا احنا شرطة ونهدده بالسلاح. حتى انا مجهز السلاح، لان وين سعفان؟ اوه هاي سعفان، تعال تعال سعفان ساعدنا، تعال ساعدنا. ولك سعفان، ولك ليش حامل هاي العصاية بيدك خوي سعفان؟ ولك خوي انت عندك سلاح ولك يا الخبل؟ عنده سلاح ويحمل لي عصاية ورجع ياكل. ولك خوي سعفان، ولك احنا لساتنا ماكلين ولك يا الخبل؟ هنا بطنا راح ينفجر هاي. واه شباب عايشين هاي، ولك سعفان ولك عايشين هاي شباب، ولك هذا شنو انت سعفان؟ ولك سعفان ولك عايشين هاي، ولك راح يقتلني هاي سعفان. ولك تعال هنا انا، ولك شباب هاي سعفان اخوان، ولك عايشين هاي، ولك سعفان، ولك سعفان تعال هنا انا، ولك سعفان، ولك تعال عايشين هاي. ولك سعفان هو السفاح وقاعد يمزح معاي. ولك تعال تعال خبيل، ولك تعال يا الخبل قاعد تمزح، ولك كفي مزح، ولك عندنا مهمه. ولك ولك سعفان، ولك تعال يا الخبل تعال. ولك ولك هاي وين سعفان؟ هاي وين فات سعفان شباب؟ ولك هذا شنو هاي؟ ولك سعفان 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 هو الشرير؟ مو معقول شباب مو معقول. نعم نعم مو معقول، هاي سعفان قاعد يمزح معي وشي زي كذا. نعم يعني مو معقول انه يكون الشرير شباب، مو معقول مو معقول شباب. ها ولك شباب سعفان كل هاي الشرطة وإنقاذ العالم والمدينة والبطيخ كله، يطلع سعفان شرير؟ ولك هاي شنو هاي؟ استنى اخوي دقيقة، ولك كيف سعفان خبل هو شرير؟ ولك سعفان ما يعرف يقتل البقرة؟ ولك نعم نعم سعفان يعني شوف موضوع سعفان شباب في لغز شباب، ولازم اني احل هاي اللغز شباب. شباب انا راح احل هاي اللغز، وقبل ما احل هاي اللغز عندي شي اسطوري راح اعمله، انا اضرب شوية ميك ماك واحل هاي اللغز شباب على كيف. شباب فقدت الامل بي سعفان والله كان. اوه سعفان، ولك سعفان، ولك تعال قبضت عليك، ولك يا الخبل تعال تعال، ولك انت شرير، ولك يلا جاي. ولك اوه خلينا ولك هاي قاعد يهرب. ولك اوكي راح استعمل هاي، لان هاي السلاح سريع شباب شباب زي ما نشوف. ولك اوقف، ولك سعفان الشرير، ولك كل هاي، ولك انت الشرير، ولك كل هاي المغامرات، واني معاك والشرطه وما ادري شنو، وانت في الاخر يعني خبل هاي. اي سعفان ما كان خبل هاي. ولك سعفان، ولك تعال قد وين راح؟ ولك سعفان، ولك سعفان، ولك تعال هنا انا قبط شيني. ولك تعال هنا شباب شيني قاعد يعمل. ولك سعفان، ولك تعال هنا انا، ولك هاي، ولك تعال تعال شيني سعفان. ولك وين سعفان هاي؟ ولك ولك هاي شيني هاي. ولك سعفان اوقف خويا، ولك جننتني. ولك ولك هاي شيني هاي، هاي هذاك سعفان ما كان خبل زي كذا شباب، ما كان خبل هذاك سعفان، لكن هاي خبل يعني شنو هاي يعني اوكي دليل يعني ان في اثنين عن سعفان. اوكي في اثنين سعفان، اذا وين راح هاي سعفان؟ لك سعفان والله يا خبل. ايه نعم 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 اتاكدت ان هاي مو سعفان القاتل. نعم شوفوا هاي خبل، هاي القاتل كان يعمل زي كذا. اي شنو هاي؟ اوه صار محترف باركور شنو والله خبل شباب. نعم نعم خبل، نعم تاكدت ان سعفان خبل، واكو اثنين سعفان، لازم نلاقي سعفان الشرير. اوكي وهاي هو سعفان الخبل. نعم تعال تعال حتى اتذكرك انك سعفان. نعم والله انك خبل خوي سعفان. سيداتي اني سادتي سادتي، احنا على وشك اننا نقبض على الشرير اللي هو السفاح. نعم احنا بالعماره اللي فيها السفاح، اذا شباب السفاح زي ما تشوفون
التليفون احنا يعني خلينا ندق عليه. ولك سفاح ولك اخرج معاك الشرطة. نعم خرج الشرير اللي هي ساندي. نعم ساندي انت اللي حطيت الجوتة بالهاية وحطيت بيبسي وكوكا كولا فوقها ومينتوس ومدري شنو وعملت هاي. نعم انت هاي طلعت سلاح. ولك سعفان اهرب ولك اهرب ولك هاي راح تقتلنا ولك راح تقتلنا هاي ساندي. ولك تعال ولك تعال سعفان ولك راح تموتنا هاي ولك هاي خبل هاي ولك اخرج ولك سعفان خليني امردقها ولك والله يا خبل تعال تعال سعفان تعال تعال والله يا خبل تعال سعفان. هذا اني قاعدين يشربون شاي كل طول اليوم ما يعملون ولا شيء راتب مجانا. اوكي تعال تعال سعفان تعال لازم نخطة اسطورية حتى نقبض على الشرير الحقيقي. يعني اذا كنت انا سعفان صراحة هو سعفان سعفان تعال انا عندي خطة اسطورية. يعني شوف سعفان يعني اذا كنت انت الشرير يعني مدام الشرير سعفان انت وين تروح اذا كنت شرير. اوكي خطة اسطورية صح سعفان. اذا يلا اذا سعفان الحين راح يورينا شنو. اوكي قاعدين يرفع راس كان هي والله خبيلة. اذا تعال تعال سعفان تعال ورينا وين راح تروح. يلا وين شنو انت ما تعرف ولا طريق تسلك والله انك خبل. ولك شباب هاي سعفان خبل وراح ما نقبض على هاي الشرير ورا هاي سعفان. شباب الحين لساتنا لاحقين وراء سعفان. سعفان يبارك لكم على حلول شهر رمضان. نعم مبارك سعيد شباب رمضان مبارك سعيد. الحين لساتنا لاحقين هاي الخبل على امل انه يودينا الى الشرير اللي هو سعفان السفاح. نعم هاي سعفان هو الخبل. يعني اكو اثنين سعفان واحد شرير وواحد خبل. هو هاي الخبل. نعم اتمنى لو كان هاي الشرير يساعدني على الاقل هو مو خبل. يلا تقدم تقدم خوي. اذا زي ما تلاحظون ان اكو كتير زحليقات هنا ولكن احنا ما يلفت انتباهنا دني الزحليقات ولكن لازمنا نلاقي الشرير. انت متأكد يا سعفان يكون هنا الشرير؟ الشرير ما لقى له غير مكان غير هاي مدينة الالعاب. خوي سعفان تعال بسرعة تعال. وكسعفان الشرير موجود هنا. وكسعفان يقول الشرير موجود هنا. اذا خلينا الحين ننطلق. هل راح نلاقي الشرير ونقضي عليه؟ اوكي انا وقعت شباب. اوكي مو مشكله. هل راح نلاقي الشرير ونقضي عليه شباب؟ اوكي تساؤلات كثيره بعقلي لازم نجيب عليها. خلينا اول شيء نطلع لفوق ونشوف هل شو الشرير. ما في ولا شرير هنا ولكن هو ما في شرير ولكن اكو زحليقات هنا اخوي سعفان. ولك هذا شنو زحليقات؟ والله من زمان ما ركبت زحليق اخوي سعفان. تعال نتزحلق. ولك تعال ولك وين رايح؟ ولك شفت رئيس الشرطه محبوس هنا. ولك هاي شنو هاي؟ ما لقوا له غير مكان يحبسوه هنا. هاي الشرير خبل. تعال تعال قبل ما ننقض هاي رئيس الشرطه تعال خلينا نتزحلق لان هاي الفرصه ما تتعود شباب. اذا خلينا ننطلق بهاي الزحليقه شباب. اعتقد هاي الزحليقه اسطوريه. هو نط اسطوريه شباب خلينا ننط. والله شيء اسطوري هاي الزحليقه اخوي. تعال نعيد اخوي سعفان تعال تعال. هو شنو هني سكه الموت؟ ولك تعال سعفان ولك سكه الموت موجوده هنا. ترى ما توقعت يكون هاي سكه الموت هنا. تعال تعال سعفان تعال نجرب هاي سكه الموت بعدين ننقد رئيس الشرطه. حاليا شباب اني راكب سكه الموت. سعفان وين راح؟ لانه ما يريد يركب هاي سكه الموت. نعم نعم لانه خاف من هاي سكه الموت. نعم لانه في كلمه موت يعني لانه هاي خبل. اما بالنسبه لي هاي سكه الموت فتشي اسطوري اني يعني اركبها شباب. اذا شي ولك شنو هاي شباب؟ ولك السفاح موجود هنا ولك؟ نعم يعني بالطبع راح يكون هنا لان هاي رئيس شرطه محبوس هنا. اوكي شباب يعني وجدنا وين الشرير. بريك الله يرحم والديك اللي مسؤولين على هاي العربانه. بريك بريك اخوان يعني ما تعمل بريك. خليني اقفز. يا الله قفزت. اوكي سعفان ولك وينك يا سعفان؟ ولك جاي سلاحك. انا لقيت الشرير. اوكي وين رايح هاي الشرير؟ اوكي وين وين؟ اوكي اعتقد هنا هاي الشرير. ولك الشرير ما في دخل من هنا. اوكي شباب لازم نلقى سعفان حتى نهجم على هاي الشرير ونحطه بالسجن. مجند يوسف مجند سعفان استعمل خطه رقم 677 وحضر سلاحك. هو هاي والشرير تعال تعال. ولك سعفان ولك تعال بسرعه. يلا يلا ولك شرير ولك سفاح راح نحطك بالسجن. تعال بسرعه ولك تعال تعال هنيك. لا حول ولا قوه الا بالله. الحين شباب يلا يلا تعال تعال سعفان. حصره انت من هنيك وانا حصره من هنا. يلا وقف يا شرير نطلق النار. اوكي ما يريد يوقفك. خلينا ننط بالماي. ولك وقف يا شرير ولك نهايه الطريق. ولك انت تريد تسبح ولا شنو؟ اوكي يلا يلا سعفان وبخه وبخه اسطوره. يلا وبخه يا سعفان تعصب لنا يستعمل سكنه. يلا قدامنا قدامنا يا شرير. اوكي يلا خلينا نودي هاي الشرير للسجن وراح يلاقي مصيره هنيك لانه كان يسفح. نعم كان يسفح وما ادري ما ادري ايش كان يعمل ولكن خلينا
ولك سعفان ولك تعال حيور بهاي السفاح ولك لا حول ولا قوة الا بالله. لان الحين شباب اني وسعفان يعني انقذنا المدينة من هاي السفاح، والفضل يعود الى المحقق يوسف الاسطورة والمحقق توغوموري الكسول اللي هو سعفان. نعم شباب نكون زي كذا انقذنا المدينة، ولكن احس في شيء ناقص شباب يعني نسيناه بهاي مدينة الالعاب، ولكن اعتقد هاي هي المهمة الوحيدة اللي لازمنا نعملها. اذا خلونا ننطلق للسجن.